حب الناس خلينا نشوفك تاني. قهوتك على الرمالة. أنا نور عاطف عبد الفتاح، خريجة معهد التعاون وإرشاد زراعي، اشتغلت في كذا مكان بريستا، وبعد كده اتجوزت زي أي بنت طبيعية، والجواز ما كانش جواز ناجح، فشلت فيه. وبعد كده اشتغلت في كذا مكان، اشتغلت عند ناس في عربيات تكاوي، وبعد كده قلت ليه ما اعملش الموضوع لوحدي. فكرت ان انا اعمل مشروع، دخلت كذا جمعية، مستواي الاجتماعي كان بسيط، ما كانش لا واو قوي ولا تحت الصفر، كان طبيعي جدا زي اي ناس عاديين جدا. عندي 3 اخوات شباب، مامتي متوفية، وبعد كده خالته كملت معايا المسيرة من وانا في تانية ثانوي، وربنا كرمني ببيبو طبعا الحمد لله، هو ده اللي محفزني ومخليني مصممة ان انا انجح ويبقى عندي هدف في حياتي. بحب بريستا جدا، هوايتي المشروبات، ولما جات الكورونا خسرت كل حاجة، بس احتاجت ان حد يساعدني في مصاريف مدرسة بيبو. حاليا قاعدة عند خالته الكبيرة، هي مامتي التانية طبعا، مع المشوار من تانية ثانوي لحد ما اتجوزت وجبت بيبو. كمان عندي ابن عنده 14 سنة واسمه محمد بيبو، هو نفسه يكون دكتور، وانا حابة ان انا اقدر اعمل له كل اللي نفسه فيه. ولما وقعنا في مستوانا المادي هو وقع معايا برضو، كان نادي ومدرسة خاصة وكان عايش حياة مرفعة جدا، بس حاليا الحمد لله قدرنا ان هو نعمل مشروع ده، عملنا كذا جمعية. ما كانش فيه شغل، ما كان عندي التزامات كتيرة جدا مش قادرة ان انا اشتغل واجبها، نزلت كذا مكان الحمد لله الحمد لله، واشتغلت في كذا في اكتر من مكان، وبعدين لقيت نفسي انا متهانة برا متبهدلة، كنت بشتغل 15 ساعة، وكنت بشتغل شغلانتين، شغلانة من 10 لحد الساعة 4 العصر، وشغلانة من 5 ل 3 الفجر. وقررت ان اعمل مشروع لوحدي، ما كانش معايا طبعا اي امكانيات مادية خالص، ودخلت على التيك توك، وبقى ليا ناس كتير او بتدعي لي وبتشجعني ودعمني بطريقة جميلة جدا. وانا قاعدة كده قلت لهم، قلت اتكلم مع اخواتي على التيك توك يختاروا معايا اسم العربية، وهم بصراحة ما قصروش معايا، كل اللي عنده اسم قالهولي. فبالصدفة قاعدة بتفرج على فيلم ابن حميدو، عجبتني الفكرة، وبعدين كنت عايزة اسمي العربية انوش بيبو، وبعدين قلت اسميها كذا حاجة، اسامي كتير وجميلة، بس وانا بتفرج على فيلم ابن حميدو قلت ليه ما اعملش الفكرة. وكلمة انا اسمي نور اصلا، فجاية نورماندي من نور، فعجبتني فكرة نورماندي وان، فعملت العربية. طبعا تعبت جدا في تجهيزها واستلفت مبالغ كتير، وباذن الله هسدها لان ده دين في رقبتي. جبت الحاجات زي ما احنا شايفين، ابسط الحاجات، في حاجات مش موجوده عندي لاني لسه ما جبتهاش، ربنا يسهل واجيبها من العربيه. بيبو بينزل معايا، بس هو حاليا عنده امتحانات طبعا، فانا عايزاه ينتبه لدراسته. وانا بشجع كل البنات ان هي تعمل المشروع ده، اكيد بنقابل صعوبات في الشارع، فكل حاجه بتعدي، والناس كتير محترمه، فالموضوع حلو، مفيش حد يقول مفيش شغل. انا ما كانش معايا اعمل مشروع، واشتغلت في اكتر من مكان وبهدلت، قررت ان اشتغل على نفسي وهدف ان اعمل المشروع يدخل لي دخل انا وبيبو، فتحناه قفلناه كبر بينا انا وهو، ملناش غير بعض. ربنا يخلي لي طبعا اخواتي ومامتي التانيه والناس الكتير اللي وقفت جنبي، دعمهم ليا كانت حاجه جميله، حتى التعليقات الايجابيه منهم بتفرحني، بتخليني كل يوم عندي عزيمه ان انا اكمل. اما بالنسبه للكومنتات السلبيه، على قد ما بتزعلني على قد ما انا بتضايق من الناس ان هي اصلا ما يعرفونيش، فليه كومنت سلبي؟ الناس المفروض بتشجع بعض، بتقف جنب بعض. انا من وفاه مامتي كسرت اكيد، بس ده على قد ما كسرني، بس انا عندي هدف، كان عندي عزيمه ان اكمل عشان اكمل اللي هي ابتدته معايا، والحمد لله ربنا قدرني وقدرت ان انا اشتغل، وقدرت ان انا احافظ على نفسي، بالرغم ان اسهل طريق الشارع ان انت تجيب منه فلوس، بس انا مش حابه كده. الحمد لله يا رب، لا ديني ولا اخلاقي ولا تربيتي يسمحوا لي بكده. انا بحب شغلي، بحب اشقى، مع ان ناس كتير قالوا لي ممكن ان انا اتجوز واقعد في البيت، لا انا عايزه اشقى، انا بحب الشقه، لان دايما الايد الشقيانه كسبانه،
وطبعا البركه في حب الناس وحب ربنا سبحانه وتعالى. دايما مامتي كانت بتقول لي من حب ربه حب فيه خلقه، وانا الحمد لله الناس بتحبني جدا، دعويهم معايا حفاظا على نفسي، ربنا دايما معايا. على قد ما وقعت في مواقف كتيره جدا وحشه واتزنقت وحصل لي مواقف كتير، بس الحمد لله دايما ربنا بيطلعني منها على خير، وقدرت اعمل مشروع صغير. طبعا اتمنى ان الموضوع يكبر، اتمنى ان الموضوع يكبر ويبقى بدل عربيه نورماندي 1 دي تبقى نورماندي 10 و20 عشان اقدر اشغل فيها ناس كتير، ويبقى مشروعهم. انا عمري ما اجي على حد، لان كلنا سبب لبعض، انا سبب لكل الناس وهم سبب ليا، دعاويهم كانت سبب في نجاحي وفي وقفتي دي النهارده. نورماندي 1